ثانوية النسيم على شاهد، مسلسل درامي سعودي من تأليف علاء حمزة وإخراج عبد الرحمن الجندل، والمسلسل بيشارك فيه العديد من الفنانين منهم خالد صقر، نايف البحر، أحمد الكعبي، نواف الدريم، آلاء سالم، روان الطويرقي، زين جهاد. دخلهم مقدمتك اللي تكلم وغدر فيه الناس. الطالب مشعل والشلة هذه يأثرون على العملية التعليمية. بزحف في أراضي النسيم كلها. أنا مدرسكم الجديد، ماجستير في إصلاح التعليم الثانوي. أقول الله يصلحك بس. نورتنا بثانوية النسيم. أنا جاي هنا عشان أعلمكم، واللي محتاج مع التعليم تربية هذا ربي. لا تنسى أنك في ثانوية النسيم. لا صلاة ولا عبادة. مضاربات وتفحيط وحواش. تعرف إني أحبك. مشعل هذا ما انت ما اخذته. كيف ابو كيف انا ما اخذها ما اخذها. مستعد اترك الدنيا عشان مشعل. الف وحده تتمنى فرصه جدك الان عندك اغتنمها. ايش رايك تغيبين على المدرسه اليوم؟ كيف ترسلين صورتك الرجال غريب؟ انا اللي ارسلته. سالفه المدرسه ما عاد بيسمعها. تراك اضعف مما تتوقع. انا السبب في كل شيء. انت عمرك ما راح تصير ادمي. ابي كميه زياده. بنات مخدرات كل شيء. مسلسل من 8 حلقات بس، وكثار بيشيدوا بدور الثنائي نايف البحر وخالد الصقر، وبيطلبوا حتى بجزء ثاني. احنا معنا في استوديو النجم الشاب نايف البحر. اهلا فيك معنا. اهلا وسهلا فيك استاذة سارة. احنا قلنا بلاش استاذة صح؟ قلنا في اللقاء يعني لين ما نرضى على بعض. أوكي. وان شاء الله ننبسط. طيب اوكي بعدين نشيل. طيب اولا انا اشكرك على الاستضافة الجميلة هذه، ومن خلال العربية وحاب المناسبة هذه أبارك لها. تسلم. وإن شاء الله من تألق ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. إن شاء الله يا رب. وطبعا يعني أنت ما شاء الله عليك يعني أول عمل بطولة بالنسبة لك ثانوية النسيم، وما شاء الله تنجيمة، والكل صار بيتكلم عن مشعل اللي هي شخصيتك في المسلسل، ونايف طبعا البحر. وطبعا خليني أول شيء أقول لك أسألك، يعني أنت أصلا قبل ما يجيك هذا المسلسل أنت إيش كنت بتسوي؟ أنا اشتغلت على المسرح. واشتغلت أفلام قصيرة يعني بشكل لا يذكر يعني. أوكي. تجارب صغيرة هنا وهناك. أيوة صحيح. أوكي. وبعدين سمعت أنه في هذا المسلسل. صحيح. أوكي. فإيش سويت؟ هو كان تجارب أداء لمسلسل أساسا ثاني. أوكي. كاستنج عملوا. أيوة. لكم. كان عندنا. أوكي. في الشرقية. أوكي. وقدمت عليه. أوكي. وبعد فترة يعني أتوقع أن توقف المسلسل أو تأجل. وخلاص صرت موجود في القائمة. في القائمة. ومن ذاك الوقت كلموني وقالوا لي أنه ممكن يكون في مسلسل. فحابين نشوف إيش تجربتك، إيش بتكون. الحمد لله يعني هو توفيق من الله قبل كل شيء يعني. طيب لما بدأت خلاص بتصور ما نعرف إيش الكلام ده كله، لما عرض المسلسل توقعت هذا النجاح؟ هو كان نجاح متوقع، لأن صراحة اشتغلنا بذمة وضمير، واشتغلنا بحب، واشتغلنا بتعب. فهذا الشيء أكد لنا أن في نجاح، لكن مو النجاح اللي يعني كلنا تفاجأنا، والحمد لله على هذا الشيء. طبعا هو توفيق من الله ومن محبة الناس. ومن دعم برضو الناس. يعني المشاهدين دعموا المسلسل، انت شايفه من بداية البرومو صح، يعني من الإعلان حنا شفنا تصاميم جميلة وشفنا دعم. ايوه. فهذا برضو له فضل كثير، دعم الناس ومحبة الناس، اللهم لك الحمد. طيب كيف تغيرت حياتك بعد المسلسل؟ سمعت انك انت عاد صرت لما تنزل الشارع يعني صارت تجمعات عليك وهيصة. هو شيء هذا الكل يعني يحبه لله الحمد. لكن أنا ما أقلمت نفسي إلا أني أستعد للجاي إن شاء الله. يعني أنا ما ركزت في الأمور هذه قد ما أني ركزت في إيش راح يكون الخطوة الجاية بإذن الله. لأنه الخطوة الجاية صعبة، هذه أهم من كل شيء. أيوة صعبة. أهم من أني يعني أنا أشوف الموضوع هذا حق التصوير والأمور، الأهم من هذا كله النقطة الجاية أو النكست ستيب يعني. بس أنت لسه ما أنت عارف إيش حتسوي المرحلة الجاية، لسه ما عندك شيء يعني، مثلا ما حنشوفك في رمضان أو شيء أو زي كذا. لا اللي عارف أني لازم أستعد ولازم أطلع بشيء إن شاء الله يرضي المشاهدين والمحبين. لأنها محبة ما تتفوت. أيوة. نسأل الله أن نكون. بس حلوة الشهرة. الحمد لله يعني. أنا أكمل لك يعني قبل كل شيء أن نسأل الله أن نكون نستحق هذا الشيء،
ونكون في حسن ظن المشاهدين والمحبين إن شاء الله. وإن شاء الله أعمالك الجاية تنجح وتحسن الاختيار والكلام هذا كله. بس الشهرة لطيفة كمان حلوة، يعني لما بدأت تشوف الناس إنه بيعرفوك وكذا كيف كان الإحساس؟ أمانة ما قست عليها يعني، ولا الحمد حنا من أول يعني نعمل بالأشياء هذه بالأخلاق قبل كل شيء. والشهرة تتواضع كثير أنت يا نايف. مو قصة تواضع، أنا برضو كل كلمة مسؤول عنها في ناس محبة لي. فقبل الشهرة اللي هي القيم والأخلاق هي قبل كل شيء. فالحمد لله أنها موجودة، فكان الاحترام موجود وكانت المحبة موجودة. لكن بشكل آخر على الشهرة يعني ما عشت الجو اللي يعني، حتى المحافل الأمور هذه حاول أني أقلل قد الإمكان أني أروحها. إيه طيب يلا، الفترة الجاية طبعا مع كل ما تزيد الأعمال كل ما حتضطر عاد تروح لهذه المحافل. احكي لي الأهل من البداية كانوا داعمين لاختيارك، لأنه أنت دراستك مختلفة أصلا. جدا. أنت إيش دارس؟ أنا بكالوريوس قانون. إيه أوكي. إيه فكان دعم الأهل موجود وبين كثير. يعني في حاجة أنا ممكن ما صرحت فيها، المشاهد اللي كان فيها الدراما أو خلينا نقول البكي كان دعمها من الوالدة. أوكي. كنت قبل المشهد دائما أتصل عليها تشتاق لي وأشتاق لها، لأن أنا كنت بعيد عن البيت. فترة التصوير كانت في الرياض وأنا أساسا في الشرقية. أوكي. فكانت تعطيني الطاقة بالاشتياق يعني. فهذا كان دعم برضو. ولا أنسى، كانت تحرك لك مشاعرك عشان تصير تبكي تقريبا. أوكي. ولا أنسى برضو الوالد أو أكيد جالس الحين يشوفنا. تحية لهم طبعا. تحية لهم الوالد والوالدة، كانوا أول دعم لي. معلش أنا طيحت القلم. لا لا ما في مشكلة. إيه. فالحمد لله يعني هو الدعم موجود. وباين يعني موجود في النجاح هذا، أكيد إنه في دعم من الأهل، لأن بدون رضا أهلك بدون رضا والديك ما راح يكون في نجاح. يعني إن شاء الله دائما يكونوا راضيين عننا. بس خليني أقول لك شوية من طيب الدور، طبعا دور بطولة، القصة قريبة من كثير من الناس، شيء بيحصل في مدرسة فيها أمور يمكن كثير ناس بيشوفوها في الحياة، ولكن بعض الناس قالوا لا بالغوا في ثانوية النسيم، الوضع مو كده في الحقيقة، مو في ما في مخدرات، ما في كده عصابات وشللية وزي مشعل كده بطل الشلة يعني هو ولا رئيس الشلة، كيف ترد عليهم؟ إيش أنت تكلمتي وتطرقتي لكذا موضوع، إيش السؤال اللي هو بالضبط؟ السؤال اللي بقول لك يا إنه بعض الناس قالوا إنه المسلسل لا ما يمثل واقعنا. لا يعني هو أنا أحترم رأي أي أحد، لكن برضو الرد عليه إن هذا هو الواقع اللي نايف عاشة أو كاتب القصة عاشة، المخرجين المنتجين كل فريق العمل عاشوا. أوكي. بناء عليه تم الموافقة على العمل. أيوه. واشتغلنا فيه، وكثير من الناس يعني أنا أحترم اللي يقولون أنه هو مبالغ فيه، وبرضو أحترم الناس اللي هم أكثر وأنا معاهم أنه لا فعلا هذا واقعنا. كان عندك تجارب زي كذا في المكتب في المدرسة؟ تقريبا. هل كنت زي مشعل؟ صراحة كل واحد مر في هذه التجربة. كل واحد غالبا يعني في سن المراهقة اضطر أنه يتمرد على مدرسة، وهذا شيء خاطئ طبعا. أيوة. اضطر أنه يبرز رجولته في مكان آخر يعني، أنا في المكان الغلط. أيوة. مشعل كان رجل وعنده قيم وعنده صح فزيع. ايه. لكن كان مركز الرجولة في منظور آخر بحكم السن، هو فترة مراهقة وهذه كلنا نمر فيها، فكان التوجه للرجولة شوية غلط. فأنت عشت هذه التجربة، كنت متنمر يعني في المدرسة؟ مشعل ما كان متنمر ولا أنا كنت متنمر. مشعل كان متنمر؟ لا لا، هذا كل اللي سواه مشعل ما كان متنمر. ما أرضى لا علي ولا على مشعل. قال لا مشعل في متنمر، يسوي حركات لما يمسك الولد في الصف ويقول له أنت اللي قلت وأنت اللي عملت. كان يدافع وليس متنمر. يعني المشهد اللي كان أنت ذكرتيه اللي لما كان هو الشخص هذا اللي على الصبورة كان يتنمر. بالعكس مشعل جالس يدافع عن طيب ولما جاب هذاك الولد الشاطر وصار يقول له وين هذاك ولا مين اللي فتن علينا، كل قاعدة لها شواذ مو بشكل. لكن مشعل طيب كنت رئيس كذا الشلة أنت؟
أول خليني أقول لك مشعل ما يعني ما يسمى بمتنمر. أبداً. طيب نختلف في هذه النقطة أنا وأنت، بس هل كان رئيس، هل أنت كنت كمان رئيس شلة؟ كنت محبوب بين أصحابي، ما كنت رئيس شلة. أوكي. إيه فكانوا مثلاً يحترمون رأيي أكثر. إيه أوكي. كانوا يتبعوني في بعض الأمور بحكم محبتهم، مو سيطرتي عليهم. أو وليس سيطرتي عليهم أو أني أفرض عليهم رأي. كان من محبة. طيب وبعض الانتقادات الثانية مثلا قالت أنه لا إحنا ما عندنا مثلا أنه هي حطت الشماغ هذه طول الوقت حاطينها الشباب. لا بالعكس، أنا أثناء دراستي كلها كان صديق الشماغ يعني محطوط كذا طول الوقت على الكتف تقريبا، بس أنه مشعل هو تميز بهذا الشيء أنه شماغه ما يفارقه يعني كان دائما يساعد شماغه حتى في مثلا لما مثلا بعض المشاهد اللي بكى فيها شماغه موجود، فهو كان دائما عنده. لكن مو بمعنى ان احنا كنا حاطينه او مثلا الرجل السعودي 24 ساعه حاط شماغه. لا لا يعني هي كمان في المدرسه وكذا يعني هي قصه. احنا عندنا هذه المشكله بشكل عام يمكن نايف وانت عارفها، يعني انه لازم نوضح انه كل عمل اصلا مش ضروري يمثل المجتمع، يعني هو يمثل صحيح. قصه معينه من صحيح. المجتمع يعني. طيب واحده من الاشياء كمان تانية اللي صار عليها تندر وضحك والكلام هذا كله انه مشعل كان محبوب كل البنات في المسلسل، كان محظوظ مشعل. هو طبيعي أي شخص عنده مبادئ وشخص عنده احترام للمواقف، يعني مشعل مثلا من أحد المعجبين له أنه كان بيساعد. إيه؟ فأي شخص بيساعد بيوقف مثلا خلينا نقول بمعنى الفزيع. فأي شخص بيفزع أكيد بيكون محبوب وأكيد بيكون له معجبين، فالأمر هذا موجود لكل شبابنا السعوديين اللهم لك الحمد. كل الشباب السعوديين عليهم ضغط من البنات. لا كل الشباب فزيعين يا استاذ. طيب اوكي. الاعجاب من كل المكان يعني. الله يزيدنا اعجاب في انت حابب مشعل كل الناس طبعا. طبعا حابب شخصيته وفاهمه يعني بالاخص في الحلقه الاخيره يعني عجبني. لا هو بس يعني كمان هو بعض الناس قالوا انه يمكن الحلقه الاخيره انتوا يعني حولتوها شويه للدرس. هذه الرسالة طبعا. أيوة. بس أنت حسيت أنه مهم أنه توصلوا الرسالة بهذه الطريقة. طبعا. طبعا هو ضروري التغير في الحالة. أيوة. أنه يكون واضح لأن هذا رسالتنا يعني. طب كثير ناس بيسألوا أنت في الحقيقة مرتبط غير مرتبط؟ في الحقيقة كيف؟ إيش سؤالك بالضبط؟ يعني أنت في الحقيقة متزوج مرتبط؟ لا أوكي سنجل يعني. أنا أخذت تفكير في السؤال أبي أشوف إيش بيخدم الجمهور يعني. لا لأنه الناس بتسأل هذا السؤال لأنه بعد المسلسل يعني ما شاء الله عليك كان ضغط في المسلسل، فالناس حبت تعرف في الطبيعة يعني في ضغط عليك ولا ما في ضغط عليك؟ ولا أنا متزوج أو إحنا عندنا السؤال الأوضح هل أنت متزوج ولا لا؟ أنا ماني متزوج. وأنت بتفكر أصلاً إنك في الفترة الجاية تركز على؟ أكيد طبعاً. على أكثر يمكن الأعمال والأشياء هذه كلها اللي عندك إياها. أقول لك أنا سألتك سؤال قبل الهوى وما جاوبتني عليه. أيوة. لازم أسوي شوي حركاتي معليش. أي ما قلت لك إيش تشجع؟ قلت لي ما حقول. ليش؟ لا ما قلت لك ما حقول، قلت لك أنا مع المنتخب. أنا أشجع المنتخب. هذه كل أحد يقولها اللي بيخرج من الموقف. أي فريق راح يكون ضد فريق سعودي ما راح أشجعه طبعاً. أوكي طيب بس محلياً مين تشجع؟ مو بمعنى إني ما أشجع يعني لا، بس أكيد إني بصف مع فريق سعودي. طبعاً أكيد صحيح. أوكي بس أنت تشجع محلياً إيش تشجع ولا؟ لا ما أشجع والله. أوكي ما تشجع ولا ما تبى تقول؟ لا لا فعلا ما أشجع يعني يوم بتلاقيني هلال يوم بتلاقيني نصراوي يوم بتلاقيني شبابي على حسب يعني أحيانا أروح الاستراحة عند الشباب ألاقيهم كلهم هلاليين فأصير هلالي. إنسان مسالم. أيوة إنسان مسالم. أوكي تمشي مع الجو يعني. أمشي مع الجو مو قصة أمشي مع الجو بس أحاول أني ما يعني أكسب محبة الكل. حتى في إن هذا الجانب يعني أوكي. بس أنا هذا لاحظته يمكن نايف أنا كل شوية ترى أحس نفسي بدي أناديك مشعل من قد ما أنا تعايشت مع شخصيتك مشعل في المسلسل. أيوة بس نحول لك مشعل نشيل الشماغ الشماغ وتحط الحركات والمشية. لا بس أنه أنا قصدي أنه يعني تواضح أنك أنت بتحاول أنك تكون زي ما نقول يعني تسوي الأمور بشكل صحيح، تقول الأشياء الصحيحة، بتحاول تكون شخصية مثالية طبعا. ليش؟
اولا كلنا نتمثل بهذا الشيء وكلنا ودنا نكون شخصية مثالية. لكن الآن تقريبا صوتي مسموع أكثر. أوكي. اللهم لك الحمد، يعني المتابعين المشاهدين، فأنا صرت مسؤول أني أطلع بمحتوى مفيد. أو خلينا نقول إن شاء الله أن نكون يعني قدوة حسنة. أيوة، فأنت حاسس بمسؤولية، فعشان كده بتحاول قد ما تقدر تنتقي كلامك أطلع بالشيء الصح، لأن في كذا فئة أو كذا شريحة بتتابع برنامجنا، بتتابع نايف بشكل شخصي، صح؟ فبرضو أنا لازم أحترم آراء الكل. وأنت موجود على المنصات. أول شيء طبعا بدي أقول لك حاجة يعني في الأخير، أنه أنا مرة بشكرك أنك أنت طبعا هذا أول ظهور لك وخصيتنا فيه، فشكرا لك، وإن شاء الله يا نايف المرة الجاية تكون بطل أفلام ومسلسلات وتكسر الدنيا دائما. شكرا إن شاء لك الله. كان معنا في الاستوديو النجم الشاب نايف طبعا البحر. في أمان الله مشاهدينا، باي باي.